نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات بقرية أبو جريش التابعة لمركز ومدينة أبو صوير. وتم خلال القافلة الكشف على 760 مواطنا، وشملت القافلة عيادات متنقلة في 11 تخصصا طبيا، إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم، وتم صرف الأدوية بالمجان. النهارده في اطار توجيهات الساده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه بالتنسيق طبعا مع مديريه الصحه بالاسماعيليه لاستكمال سلسله القوافل الطبيه التي تشمل جميع التخصصات للكشف على المرضى والمواطنين في القرى والنجوع مجاني، بل القوافل ما بتشملش على لم يقتصر دورها على الكشف والعلاج مجاني فقط، يتم تحويل الحالات الحرجة لعمل العمليات الخاصة اللازمة بها. احنا بنأدي اي خدمات بتحتاجها القافلة، لان القافلة جاية لخدمة اهالينا بجميع التخصصات. دايما حياة كريمة بتقدم لنا حاجات تخدم القرية، وده بتوجيهات وتحت رعاية معالي الوزير محافظ، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.